أهلا بكم إلى تفاصيل. بداية، استضاف اليوم منتدى رؤساء المؤسسات في عدده 11 المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عمار أغادير وعلي ديبون مستشار بالوزارة ذاتها للحديث والنقاش حول قانون الاستثمار واستراتيجية السلطات العمومية في المجال وما تضمنه القانون من تسهيلات وامتيازات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء. المزيد في ميكروفون عقيل حشاني. كل ما يعني المشروع يستوفي الأهداف المنتظرة من طرف السياسة الاقتصادية الدولة، كل ما الامتيازات تكون مرتفعة. ذلك حددنا ثلاث مستويات من الامتيازات. امتيازات عامة لتوجه لكل نشاطات غير مستثنات من المزايا، ثم المستوى الثاني هي امتيازات التي تخص النشاطات الصناعية، الشعب الصناعية، وكذلك السياحة والنشاطات الفلاحية اللي عندها امتيازات خارج قانون الاستثمار. في ذات السياق، كشف علي ديبون بأن 200 نشاط الذي لن يستفيد من دعم الدولة مستقبلا تم تحديدها بناء على مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن دعم الدولة سيشمل بصفة خاصة القطاعات الحيوية. تكلمنا على أساس السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة. هنا قال كل اللي ما يدخلش ما يساهمش في أهداف السياسة المسطرة من طرف قال ما ياخذش المزايا. ولا الى تعرفها من القطاعات هي قطاع السياحة، قطاع الصناعة، قطاع الفلاحة، الطاقات الجديدة، والنيميريك. إلى موضوع آخر الآن، وفي ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني وتراجع المداخيل نتيجة انهيار أسعار النفط، بدأ القطاع الصناعي يستيقظ من سباته وينفض عنه غبار سنوات الإهمال ليحقق قفزة نوعية. أحمد رشدي والتفاصيل. قطاع الصناعة بالجزائر كان ولوقت قريب يعاني من انتكاسة حقيقية، لكن تراجع أسعار النفط أعطى جرعة من الإرادة لتغيير الوضع. الانطلاقة بدأت من الإسمنت. قلنا آخر السنة هذه بداية 2017 ما بقيناش نستوردوا الإسمنت. نزيد نأكد، من 2017 ما نستوردش الإسمنت. احنا طامعين في لما هذا المصنع يدخل، ولما بشار أيضا يبقى نسوق إلى البلدان الإفريقية كما قلت لكم قبيل. من الإسمنت واصل قطار الصناعة رحلته في سكة التنمية ليتوقف في محطة النسيج التي تعيد بآفاق واعدة. نهار اليوم كاين تهز النسيج، قطاع النسيج، قطاع النسيج كان سلبي. هذه سنين هو سلبي. راكب انهار ما بقاش. اليوم عندنا عام 2015 طلع في الثلاثي الأخير وصل طلع حتى ب 11%. فرض شرط تركيب السيارة بالجزائر أعطى هو الآخر دفعة للقطاع وأوقف نزيف الاستيراد الذي بلغ أرقاما قياسية. وضعنا أيضا هذه القاعدة الكبرى العظمى، قاعدة الميكانيك، من الميكانيك نتاع الفلاحة، من الميكانيك نتاع النقل، من الميكانيك نتاع السيارات. وانتم سمعتوا كان بكري عندنا رونو، البارح هونداي انطلق، وفي شهر مارس فولكس فاجن ينطلق. ثلاثية الإسمنت، النسيج والميكانيك أعطت جرعة إيجابية لقطاع الصناعة بالجزائر الذي حقق قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 4.9% وزيادة إنشاء المؤسسات ب 5.54%، خطوة في مسار النجاح تنتظرها الكثير من الخطوات. وبخصوص رخص استيراد السيارات والكوطة الجديدة لسنة 2017، فأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن الحديث عنها سابق لأوانه، مشيرا إلى تنصيب لجنة لهذا الغرض تضم عدة قطاعات. عندنا قلت لكم قبيل عندنا تقييم راح نقوم به على سنة 2016، نقيم عندنا تقييم هذه اللجنة اللي فيها وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، والوزارة الأولى هي اللي تشرف على هذه المجموعة. خلينا نديروا التقييم، نشوفوا إمكانياتنا، وإحنا اللي نقدر نديروه باه نسهل
المعيش اليومي للمواطن احنا نديروه ان شاء الله.